طيب اهلا محمد، مسرح المنبر شو هو بالضبط اذا فيك تشرح لنا شوي؟ مسرح المنبر هو جزء من مسرح المضطهدين اللي اسسه أغوستو بوآل في البرازيل. مسرح المنبر هو عبارة عن طرح قضية مجتمعية المجتمع بعاني منها وطرحها قدام الجمهور العام، وإيجاد حلول لهذه المشكلة المطروحة في منبرنا. زي ما حكيت هو جزء من مسرح المضطهدين، كمان في جزء ثاني اللي هو مسرح الصورة، وفي جزء ثالث اللي هو مسرح الجريدة. يعني في عدة أقسام لمسرح المضطهدين، بس اللي بيميز مسرح المنبر إنه الجمهور نفسه بيطلع على خشبة المسرح وبحاول إنه يغير من المشاكل الموجودة. بس هو شرط من شروط مسرح المنبر إنه يحاول يأخذ الشخصية الضعيفة عشان يقدر يقوي منها وتقدر تواجه الشخصية القوية. فيك تفسر لنا كمان شوي يعني للفلسطينيين اللي عايشين تحت الاحتلال انه هذا النوع المسرح له يعني ممكن يلعب دور مهم، ولا شو اهميته يعني؟ اكيد هو له دور سياسي، لانه في كمسرح اشتار بتشتغل بهذا العمل من 97 اشتغلنا بعض الأعمال اللي إلها علاقة كمان بالسياسة. يعني في خليني أخذ مثال، المسرحية الأخيرة اللي اشتغلتها مسرح عشتار أو اللي أنتجتها مسرح عشتار كانت بتحكي عن موضوع المزارعين في الأغوار أو المزارعين الموجودين في فلسطين في منطقة الغور، هي منطقة أريحة ومنطقة الغور، وكنا نحكي عن موضوع أنه هدم البيوت، كيف إسرائيل بتحاول أنها تهدم البيوت. اوكي سبينش بدك تعيد اخر جمله؟ لا اكيد. يعني زي ما حكيت انه المسرحيه الاخيره اللي احنا اشتغلناها في مسرح عشتار بتحكي عن موضوع المزارعين وعن مشاكل المزارعين، وبتحكي كمان انه كيف قديش اسرائيل عم بتحاول تحصرهم وما تعطيهم الاشياء الضروريه اللي لازم ياخذوها عشان يقدروا يعيشوا، عشان يقدروا يكونوا حالهم، عشان يقدروا كمان يحافظوا على كينونتهم في داخل هذا المكان اللي هو باخذوا منهم المياه، يعني خلينا نقول بسرقوا المياه منهم، بهدموا بيوتهم، كمان بحاولوا انهم يسوقوا منتجهم فوق المنتج الفلسطيني او بديل للمنتج الفلسطيني. يعني هاي المسرحيه اللي اكثر كمان بتحكي عن صوت المزارع، واللي هو كمان صوت المواطن البسيط والمواطن العادي. فمسرح المنبر هو كمان له بيحكي عن الصوت اللي ما له صوت. هون بتونس انت بتدرب ولا كيف بتقدر هاي التجربه؟ يعني شو كيف تستفيد انت من الشغل مثلا مع الجمهور هون بالمنتدى التونسيين يمكن بشكل خاص؟ هون في عنا مجموعه عم بشتغل معها، هي تقريبا 7 اشخاص عم بنحاول ننتج إشي له كمان علاقة بال يعني أكيد بأسلوب مسرح المنبر، بس كمان هي في طرح لقضايا ممكن تكون مشاكل موجودة هون بتونس، فبنحاول نتعرف عليها عشان نشوف إيش اللي لازمه المواطن، عشان نحكي معه ونتحاور مع المواطن من أجل حلول المشاكل الموجودة هون في تونس وفي المنتدى.